ترحلوا يعني ترحلوا، هذا هاشتاج نشط على فيسبوك وكذلك على تويتر وفي قائمة الأعلى تداولا في الجزائر. وجاء هذا الهاشتاج ردا على عرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، واللي وعد فيه بأنه لن يقضي فترته الرئاسية كاملة بعد الانتخابات في إبريل المقبل. وعبر الهاشتاج شدد الجزائريون على مطلبهم الأول منذ انطلاق الاحتجاجات، وهو رفض ترشح بوتفليقة للمرة الخامسة، ودعوا إلى العصيان المدني. مشاهدينا فاصل ولكن